تناقلت وسائط التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية عديدة بشكل مكثف خلال الساعات الماضية خبر إعلان افتتاح مكتب تمثيلية جمهورية الريف بالجزائر، وهي المنطقة الواقعة شمال المغرب. مراسم الافتتاح رفع خلالها علم جمهورية الريف بمكتب التمثيلية في الجزائر، كما عزف النشيد الريفي. بهذه المناسبة الهامة وباسمنا كأعضاء في المجلس الوطني وكافة أعضاء ومنخرطي الحزب الوطني الريفي والشعب الريفي قاطبة في أرض الوطن والشتات، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حكومة وشعبا على حسن الاستضافة والاستقبال، وهذا ليس غريبا عن مكة الثوار التي لم تتوانى قط عن دعم كافة حركات التحرر في العالم، كما وصفها زعيم الحزب الإفريقي أملاكار كابرال. الموقع الإخباري الجزائر 24 تناول شهادات ثلة من أبناء الريف وأعضاء من المجلس الوطني الريفي الذين قدموا من الريف للمشاركة في الحدث الذي يعتبرونه تاريخيا، متحدثين بكثير من الأسى عما يعيشه إخوانهم من اضطهاد وتعذيب على يد المخزن، مؤكدين أن لا حياة مع الاحتلال المغربي. ملي جينا اليوم في السلطان وصير يعني في الجزائر الاطراف يعني كيجي بعيد نعرف يعني بعيد تاريخيا يعني مش اليوم يعني بلا الاستقلال يعرف وهذا بجد حياتي كاحتلال امراض التاريخ في السلطان من غير قيم الاحتلال الأمراضي الشيء يلقى يعني طريقة مباشرة نخاي مباشرة وطي بسبو بو يمشي سقان ينث التعايش نخ الحياة بنظام أمراضي. أما السؤال مسنين يمشي سقان من يجين هذا صدق شمانية ثيب قليل بالنسبة لي في أي عارف يمشي سقان يجنف ويجن يتفق في مصر ده غير حرس يمشي سقان يعني من خوايك كشاء يخمس دي حرس يمشي سقان إذن ثيب قليل يخسر من نخلص زيكول عارف يمشي بستيبلية ومشي شنو يخا تعرفها غوري معطيت عايدة شو سقان شتوري رعيدة وقشتوز ما أضيع الفرصة النص والفرصة التاريخية التي يعرف ديري فيه. السلام عليكم. الاضطهاد يتعيش الشعب الريفي، يتعيش بيج الحكرة، زين هاري يوث أو عدوية ديال الريف. يعني في عصبانية وعلوية زين هذي تعيش تعيش التعذيب والتهجير والقتل السجون الاعتقالات بالجملة خير على ذلك بانغار الكافرات الريف تعتقل 1000 وشي حاجة وربون أرقام مؤكدة تعتقلني مثلا مرة وعلى بنتن بالاغتصاب ونشي كيف يسوي بلوغ دومات لنش تعطلها كيسن لنش تعطلها كيسن لنش مش عند بنية مش كنية فوت مش كنية تيارة يث مثلا غير جنديري فيهم يسنو قسنو مقال تيارة يسنو مقال بارويدا يسنو مقال تكتن تباشن فوز جيف تكتن تباشن تلاجع شغارك أو مدرن كتار تكتن تباشن تكتن ماسك في الطول نزلوا بوز العقل، سلاحك سبوهري بنادم، شو سيد دار الجزائر، فاحص كيف ما عميكو سيد سبروبا، مولا تاكيز مدينة تدير،
لجمهورها فسبحان عجبه الحال من أقيد الحرية أخمد جهد الحرية من جهد أمري في الحرية ودعقت وضي الغرع فغراري نش سلح غراري فأكد الغياري ميغسديك وعلويك لنهار عقبق نش ميسي تكير سنع فغراري. والسلام عليكم. بالنسبة للاغتيالات راه كاينين بزاف، إلا جيت نعاود الاغتيالات راه ما غنتقاطعش، غنبقى نعاود من هنا حتى غدا، فحال غادي نقول على 58 57 واخا ما نعقلش عليها أنا، ولكن كنسمع الوالدين شنو كيعاودو، كنسمع الجيران، كنسمع الناس ديال المنطقة باش كيعاودوا على شي نقطرة فيهم، اش واقع فيهم في 58 57 وديك الشيء اللي عطات عليه انا شخصيا فحال 2011 النهار اللي تقتلوا في مخفر الشرطة 5 ديال الشهداء وداروا بهم واحد السينما، جابوهم النظام الشعبي وحقوهم، داروا راسهم حقوهم، كيفاش الناس دخلوا زعما يسرقوا هما مجموعي ما يمكنش. المهم وجات مور 2011 جا الحراك نتاع محسن فيفي نهار اللي تطحن في الكاميون نتاع النفايات وزيد من موراه قتلوا عباد العتابي بالرصاص نتاع البوليس ولا العسكر ما نعرف، ومن موراه ولا قدامه كريم شقار وريفي موكس اللي قطعوه اجزاء تروفا ايوا هادشي اللي خلاني انا باش نحقد على ديك المخزن الخبيث. فوالا صافي ما نقدرش دابا، راه فكرتيني في هادشي اللي شفت، في هادشي اللي عشت فيه، ملي كنتفكر ما كنكونش هو هذاك، كنكونش مرتاح نفسيا. حافظ الشعب الليبي دائما على استقلاله على ضبط التاريخ وحارب رسالته ليحقق هذا المبتغى لكل ما منتج من قوه. ورغم الظلم والجبروت الذي يعاني منه اليوم ستبصر شمس الحريه والاستقلال وتعم ارض الليبي الطاهر. الاستقلال بالنسبه للانسان الليبي هي ليست فكره، هي طبيعه انسانيه. فالانسان الليبي دائما يرفض الركون، يرفض الاستعمار ويحب الحريه. هؤلاء الناشطون قرروا عدم الكشف عن هوياتهم كي لا يتعرضوا للاعتقال والتعذيب كما دأبت عليه سلطات المخزن، فكثيرا ما قمعتهم بسبب نشاطهم ونداءاتهم لإقامة جمهورية الريف التي تأسست بمدينة أجدير سنة 1921 وتزعمها عبد الكريم الخطابي، إذن الملقب بأسد الريف، ليقوم الاحتلال العلوي بغدها وإلى اليوم باضطهاد الشعب الريفي عقب منح إسبانيا الريف للمغرب مدفوعا بالتحالف المشكل بين مدريد وباريس للإطاحة بجمهورية الريف بالاستعانة بجنود مرتزقة. الحدث تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عمارة كسري عاش الريف الشريف الأحرار، بينما علق آخر حسين عريبي نعم لجمهورية الريف الحرة المستقلة.